السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبرار تشان. هذا الفيديو تحدي مع قناة دم آرت، يعني قناة بريق. قررنا في هذا التحدي أنه نرسم ميكاسا مع فايوليت، ندمج بين الشخصيتين في رسمة واحدة. أنا قررت أني أعمل شعر الشخصية مثل فايوليت، بس أتوقع أني غمقته شوي، وعيونها نفس الإشي، وشوي من ملامح فايوليت مع نت في من ملامح ميكاسا، وتسريحة شعر ميكاسا خليتها، ولبست هن يعني ملابس هجوم العمالقة اللي هو لبس ميكاسا يعني. بس في أخطاء في الرسم يعني حقيقة واضحة، منها إنه رأس كبير يعني على الجسم، أو بشكل عام يعني أنا عاملة الجسم نفسه صغير أو الإيدين وهكذا، فشوي في نشاز بالرسمة، ولكني تعبت عليها بشكل توقع فوق الأربع ساعات وأنا قاعدة أرسم فيها وألون. دايما بحب أتحدى حالي أني ما أرسمش بالبداية برصاص، يعني صرت أحاول أني أرسم على طول بقلم خشبي، بس كنت أستخدم المحاية يعني أحيانا، بس أنه المحاية مش كثير رح تساعدني لأنه اللون الخشبي شوي يبكى يعني ثابت أكثر على الورقة غير القلم الرصاص. فأنا حابة هيك شوي شوي أستغني عن المحاي وأحاول أعتمد على رسمي السريع ممكن أنداري هيك إشي. استخدمت ألوان مائية فان كوخ اللي صار لي عدة فيديوهات بستخدمهن، حابة أتعلم أكثر يعني هاي الألوان، وحسستها يعني إنها يعني ألوان جيدة. وأكثر إشي يعني قلت لكم إياه، بس أكثر إشي حاببته الفرشاي، خيالية صراحة بتجنن. استخدمت ألوان بريزما أيضا، يعني فقط هذولا نوعين الألوان. وبالتحبير استخدمت ألوان ستابلو اللي هي حبر يعني بس ملون، لأنه البريزما بيعمل طبقة شمعية، فشوي واجهت مشكلة لما حبرت لأنه بصير في طبقة شمعية على لون الحبر فممكن يخرب، وما بعرف إذا يعني في بينهن استخدمتهن ويعني خلصن زي ما أقوله، أو يعني ما بعرف بطلن يطلعن حبر، بس بعرفش إذا ممكن يروح هذا الإشي، بدي أشوف بعدين. طبعا ما تنسوش تروحوا تشوفوا الفيديو بقناة بريق، رسمها بجنن، تلوينها بسطل، لازم تشوفوا قناتها وتدعموها، بتستحق صراحة. وصراحة هذه فكرتها، وإحنا أو أنا يعني حطيت تصويت، وكنا يعني متحيرين بين أربع شخصيات إنه ندمجهن مع أربع شخصيات ثانية، وإنتوا اخترتوا إنه يكون ميكاسا وفايوليت دمج يعني. فممكن لأني أنا متحمسة صراحة إني أعمل تدركي مع ساسكي، فحب يعني قريبا إني أسوي هذا التحدي، ممكن مع بريق، ممكن لحالي، لا أدري، على حسبها هي يعني، لأنه هذه فكرتها فالأولى أنه أعملها معها. وشكرا شكرا جزيلا على جميع تعليقاتكم الرائعة اللي أعطتني دفعة إلى الأمام التحفيزية بشكل مشجع، بشكل أيضا على الفيديو الأخير. أنا شوي ضغطت حالي يعني فقط، والحمد لله يعني زي ما أنتوا شايفين أنه رجعت. في أشخاص يعني بتعلق شوي إنه حكوا آرت بلوك، فعرضت وجهة نظري على بنت وحكت لي يعني بقولها إنه هاي بس يعني يتعلق في نفسي ما له دخل آرت بلوك، فبتقول لي إنه كل النتيجة واحدة. فعليا هني كل النتيجة واحدة، بس إحنا بحس يعني لما حدا يحكي، لما رسام يحكي عن الآرت بلوك، ما بعرف أنا بشوف هذا الإشي يعني صراحة، بس إنه لما حدا يحكي عن الآرت بلوك زي وكأنه بيسلم الأمر، يعني إنه خلص ما هي هاي فترة ولازم أمرك فيها، وبترك أقلام الأقلام وبترك الرسم، وبيقول خلص أنا هسا عندي آرت بلوك، يعني زي وكأنه بيعتمد على هذا الإشي. هذا غلط يعني، إنه نفسي ممكن يعني في ساعة تصير منيحة وفي ساعة تصير مش منيحة، فاهمين؟ بس إنه إحنا نربطها بآرت بلوك يعني زي وكأنه إشي كبير، يعني إنه إشي بياخذ فترة، لا مش شرط ياخذ فترة. هيني أول مبارح هذا الإشي انضغطت ما قدرتش أكمل، بس عملت يعني أخذت جزء استراحة يعني شوية، أخذت استراحة يوم ورجعت.
فبعرفش صراحة كثير يعني، لما بعرفش هذا إشي زمان لما كنت في منتدى جوجل بلس كانوا في أشخاص يقولوا لي أنا عندي آرت بلوك صار لي شهر مش رسمي. طب مش معقول يعني صراحة، يعني شو آرت بلوك يعني بالنسبة لك؟ شو آرت بلوك بالنسبة لك؟ I don't know، شاركوني في التعليقات. في سؤال شائع كثير بنسأله اللي هو أنا بصور بكاميرا ولا بتلفون، يعني جوال. أنا بصور بجوال حاليا، كنت أصور بآيباد بس طلعت جودته خايسة، يعني ما كنتش يعني أشوف هذا الإشي إلا لما اشتريت آيفون جوال جديد. ولما أشتري إشي ثاني ولا كاميرا مثلا راح أشوف إنه كاميرا الجوال برضه مش نافعة. يعني نتطور شوي شوي رويدا رويدا، بس أنا أشوف يعني بشوف إنه الجودة حلو يعني نوعا ما حاليا في المقاطع، لكن أحسن لو أحسن أكثر أكيد، بس بنمشي حالنا. ملكة فيوليا ملكة. المهم بتقول أبرار كيف أطور رسمي لأنه رسماتي محدودة وما أقدر أرسم غير بزاوية معينة وملامح معينة، إيش هو التدريب اللي بيخليني أرسم أي شخصية أنمي أحبها حتى لو كان ستايلها مختلف بقدر أخليه بستايل خاص فيني؟ صلي سنتين بحاول وما في نتيجة، كنت أسألك ممكن في شي غلط بسويه وأنا مش عارفة. أول شي أنا ما شفت رسمك مشان يعني أقدر أحكم هل فعليا أنت يعني ما بتعرفي ولا ما بتطورتي أو كذا، ولكن يبدو أنه أنت مش راضي عن النتيجة اللي أنت موجودة فيها حاليا. كيف تطوري من رسمك؟ يعني أنا اللي بسويه على حالي إني أتعلم الرسم ذاتيا، يعني إني أروح أفوت على فيديوهات، إني أشوف أشياء جديدة ما بعرفها، إني أتعلم، إني مثلا أنقل صور، إني يعني مثلا بعرفش إني أرسم على الجنب شخصية على الجنب، أروح بدور على صور وبحاول أنقلها، بدور على مثلا أساسيات ممكن تعلمني على السريع وبعدين أحفظهن وأقدر أسوي بدون أساسيات، يعني هيك شوي شوي. ستايل إنه أنت تقدر ترسمي أي شخصية أنمي بتحبيها بستايلك الخاص، هذا الإشي يعني ستايل ما هو يعني إشي يعني نقلق عليه لأنه رح يجي هيك هيك مع الزمن. أما إنه تقدر ترسمي أي شخصية أنمي بتحبيها يعني هذا بتطورك أنت، يعني هل أنت عندك القدرة على نسخ الشخصية زي ما بتشوفيها تنسخيها؟ مثلا أنا كانت عندي هذه الشغلة قبل، يعني إنه أقدر إني أشوف مثلا رسمي وحتى ما أحط فيها أسلوبي، بعرفش صراحة أنا كنت أحس هذا الإشي في فترة معينة فقط، بعدين يعني هسا إذا أنت بتقولي مثلا أو أنت بتقولي لي إنه مثلا أرسم شخصية أنمي نفسها تبقى الأصل، بقدرش يعني لا إراديا بيجي أسلوبي، بعرفش هذا إشي منيح أو لا، بس أنا بحبه يعني صراحة. وفي أشخاص يعني مثلا ما بيعجبها، مثلا بتقول لي انت شوهتي إيرن، انت بعرفش شو يا أخي أسلوبي حرام. كيف تطوري من رسمك؟ أنا شخصيا بروح بشوف صور ولا بروح يعني أشوف فيديوهات، يعني هيك تعلمت أصلا. سؤال من سوزي بتقول أبرار لما رسمت الشعر خليت الطبقة الأولى تنشف بعدين حطيت الخصل الغامقة ولا مباشرة وهي رطبة؟ طبعا هي بتحكي عن اللي لما أنا لونت ناهو من أنيمي أورنج بالألوان المائية، فطبعا أنا ما حطيتها مباشرة لأنه إذا أنا حطيت يعني وهي رطبة رح يكون هنالك دمج، فوانت أنا يعني بحب إنه يندمج لما بدي أعمل ظلال، أما لما بدي أحط الخصل الغامقة اللي هي بدي إياها تبين يعني بدي إياها هيك تبين عشوائية، استنيتها تنشف الرسمي ثم يعني الطبقة وثم حطيت الخصل الغامقة. أما لما بدي إني أدمج الألوان في الشعر بخليها رطبة وحتى بجيب مي كمان من فرشاة ثاني وبدمج. في أشخاص بحبوا إنهم يرسموا الشخصيات اللي أنا برسمها بالفيديوهات وأنا أعشق ذلك وأنا أحب هذا الإشي، يعني إنه في أشخاص اللي هي بتستفيد إنها بتقلد إنها بتعمل زيي وبيرسلوا لي على الإيميل، هذا إشي جدا رائع وبالنسبة لي قمة في الفرح لما أشوف رسالة بالإيميل إنه شخص بيرسل لي أو يعني بنتي بترسل لي رسمتها اللي رسمتها من الفيديو تبعي. فأي حدا بحب إنه يرسم أو إنه بيرسم يعني دائما أو يعني في العادي بيرسم من مقاطعي
يرسل لي. أنا يعني هاي راح تعطيني دفعة أكثر للأمام مشان يعني أشعر أني بعمل إشي مفيد لإلكم. في أشخاص بيطالبوني ببثوث أو بعمل بث حالياً في هذا الوقت الحالي، ممكن أني أوقف هذا الإشي، فيعني أتمنى عدم الإلحاح. وبس هذا هو اللي عندي لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا بالفيديو. رسمي أخذت مني وقت وجهد صراحة، بس إنه ما طلعت بالجودة الصحيحة واللي لازم تكون عليها. وحتى إذا بتلاحظوا يعني في شغلات أنا خبصتها، مثلا هذول المستطيلات اللي بطلع منهن السيوف، وهذول يعني ما تعبت عليهم كثير، أو إنه يعني بس حطيت هيك ألوان. وشعار Attack on Titan صراحة يعني ما خلص زهقت يعني، فاهمين هيك إنه هو تدخل، يلا يلا. شكرا لكم، وأشوفكم بفيديو جاي إن شاء الله. مع السلامة.